هاي حبايبي، تاني يوم تصوير. ان شاء الله اليوم في تفجيرات جديدة، صح؟ صح. احمد عم يصور قاعد. اين انت؟ بس هلأ قاعدة بعمل ميك اب، بس خلص برجيكم النتيجة. حبايبي طبعا خلصت ميك اب حاليا، شو رأيكم فيه؟ بجنن. يسلموا ايديك يا آلاء، جد ما قصرتي، وكتير كتير كتير حلو الميك اب. ان شاء الله حتشوفوا بهالميك اب وبهاللبس وبهالشغلات، حتشوفوا شغلات كتير بهالشغلات، بهاللوك حتشوفوا شغلات كتير. فاستنوا كل جديد، وشكرا لك مره ثانيه. مش موجود؟ لا. هو فين؟ اجازه. اجازه؟ اه اجازه. كنا رح نتصور هنيك عند البوابه، تمام. طلبنا من واحد يصورنا. ورجينا والله صور مين بروفيشنال. رجع مين هاد لك؟ يا الله طلع زقبو. جايز واخيرا بكره عندي اول يوم تمرين، واخيرا قررت ارجع الجيم. طبعا القرار اخذ وقت، فاجيت اليوم لحتى اخذ لبس رياضه، لانه فعليا ما عندي لبس للمره. فالمهم ان شاء الله هالمره عن جد عن جد عن جد ارجع بكل معنى الكلمه، يعني لازم، لانه الكرش عم يكبر فلازم نلحقه. ويا سوي لي بكره. برافو، دونت سوينج، بيرفكت. يو جلدي، واخيرا نزل فيديو المنتظر انه البنات يتحكموا بالشباب ليوم كامل. روحوا شوفوا كيف تحكموا فينا، حطوا له لايك لحتى نوصل 400 الف لايك ونساوي الشباب يتحكموا بالبنات. فيلا.